اللي في الصورة دي اسمها إيمان عادل أو الشهيدة إيمان عادل. قرية كاملة صلت عليها الجنازة، وبرغم تعرضها للخيانة وقلة الأصل إلا إن القانون وطبعا قبله ربنا جاب لها حقها. هنتكلم عن إيمان عادل القصة الكاملة. 2020 في قرية اسمها ميت عنتر في محافظة الدقهلية، إيمان المعروفة بأدبها وجمالها عايشة مع جوزها حسين عبد الله عراقي الجنسية ومقيم في مصر، شاب وسيم وعنده معرض لبيع الملابس النسائية. إيمان وحسين اتجوزوا بشكل تقليدي، زيارة عائلية وبعدها موافقة الأهل وموافقة الاتنين ويتم الجواز. إيمان شافت حسين شاب جميل وناجح في شغله ومرتاح ماديا، وده مش بسبب تجارته لكن بسبب إن عيلته كمان كان عندها استثمارات مختلفة جوه مصر وفي العراق. إيمان لما اتجوزت حسين كانت لسه طالبة في الكلية، وأهلها اقترحوا عليها إنها تكمل تعليمها بعد الجواز، وهي فعلا عملت كده، وكل التزاماتها كزوجة كانت بتعملها كويس جدا. وبرغم جمال إيمان اللي كان كل القرية بتشهد لها بيه، إلا إن حسين للأسف كان متعدد العلاقات النسائية، وده جزء كبير منه إن حسين كان صاحب معرض ملابس نسائي فكان بيتعرف على الستات من خلال المعرض، ده غير إن حالته المادية كويسة جدا وده كمان كان بيساعده على كده. وبعد سنة من الجواز بدأت المشاكل تظهر بين إيمان وحسين، وكان أغلبها بسبب تعدد العلاقات النسائية، ولأن إيمان كانت متربية على الحفاظ على أسرار بيتها فكانت ما بتقولش لأي حد حواليها إن في مشكلة بينها وبين حسين بسبب تعدد العلاقات النسائية. لكن حسين سمعته في المنطقة كانت معروفة، وكان أهالي المنطقة معترضين جدا على طريقته دي تحديدا بعد ما اتجوز إيمان. ربنا رزقهم بطفل اسمه علي، وكانت إيمان بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان الحياة بينهم تستمر. وكانت مشكلة حسين الحقيقية انه متعود على طريقة معينة في شكل علاقته مع الستات، والطريقة دي هو مش لاقيها مع إيمان لانها محجبة ومتدينة جدا. فقرر حسين انه ينفصل عن إيمان، لكن اول الناس اللي كانت بتعترض على قرار حسين ده هم اهل حسين نفسه، لانهم كانوا شايفين ان إيمان حد محترم جدا وكويس جدا، وانها صاينة بيت حسين كويس جدا. وبعد شوية اتعرف حسين على واحدة من وجهة نظره أجمل من إيمان، بتعمل اللي حسين عايزه أو على الأقل بتنفذ لحسين كل الحاجات اللي من وجهة نظره هو محروم منها، فعرض عليها الجواز، لكنها طلبت إنها لو اتجوزته يطلق إيمان. وحسين كان عارف إن فكرة الطلاق مرفوضة تماما حتى من أهله، وإنه كمان عنده طفل صغير وده هيصعب الموضوع جدا، فقعد يفكر إزاي يتخلص من إيمان وفي نفس الوقت ما يعملش أي مشكلة مع أهله، لحد ما وصل لأحقر فكرة في الوجود، فكرة ما تجيش على دماغ راجل لأنه فعلا مش راجل. قرر أنه يشوه سمعة مراته قدام أهله وقدام المنطقة كلها، وإنها على علاقة بشخص وبتخون حسين. بس حسين كان عارف ومتأكد أن لو قال حاجة زي كده أهل القرية كلهم مش هيصدقوه، وأهله هم كمان مش هيصدقوه، لأن سمعة إيمان وسمعة أهلها معروفة جدا. فقعد يفكر في خطة تقدر تخليه يثبت بالدليل انها خاينة وانها مش شريفة زي ما الناس متخيلة، وبكده يفضحها قدام كل الناس ويطلقها عادي. ايه هو الدليل ده؟ حسين فكر انه يتفق مع شخص، الشخص ده يطلع البيت ويعتدي على مراته، وفي نفس التوقيت ده حسين يوصل البيت وكأنها صدفة ويكتشف الخيانة اللي بتحصل، ويلم الناس علشان يشوفوا بنفسهم ان مراته مش شريفة وانها على علاقة بشخص، وانه بيجي لها البيت مجرد ما حسين بينزل يروح على شغله، وتبقى قضية شرف ويفضحها قدام اهلها وقدام اهل المنطقة. بس كانت المشكلة عند حسين مين هو الشخص ده اللي هيثق فيه ان يعتدي على مراته وينفذ خطة حسين بالظبط. وبعد تفكير طويل وحسين قاعد في معرض الملابس الخاص بيه، لفت انتباهه واحد من العمال وكان قريب جدا لحسين وبينفذ له كل طلباته، وهو احمد رضا الشحات وشهرته احمد العجلاتي، عامل في معرض حسين وظروفه المادية صعبة ومحتاج لفلوس علشان يسدد ديون عنده. فقرر حسين انه يطلب منه اغرب طلب
في الوجود. وفي الأول حسين لما عرض الموضوع على أحمد، أحمد استغرب جدا وما كانش قادر يتخيل هو حسين بيطلب منه إيه بالظبط، لحد ما عرض حسين على أحمد 200,000 جنيه وإنه حاطط ومجهز الخطة كلها وأحمد بس عليه التنفيذ. طبعا أحمد وافق على طول واداله 100,000 جنيه في الأول على اعتبار إنه هيديله باقي المبلغ بعد ما الخطة تتنفذ. والخطة كانت بالشكل التالي: أحمد هيروح يشتري لبس منقبات ويتخفى فيه ويدخل البيت في الوقت اللي هيكون حسين معطل كل كاميرات المراقبة اللي موجودة جوه البيت، وهيديله نسخة من المفتاح علشان يدخل البيت عادي، وإن حسين مجرد ما ينزل من البيت يروح على شغله أحمد يطلع ويدخل الشقة ويعتدي على إيمان، وحسين يعمل إنه رجع تاني على البيت علشان نسي حاجة ويتصدم ويتفاجأ بالمنظر اللي هيشوف. كل اللي بيحصل ده وإيمان قاعدة في بيتها مراعية جوزها ومراعية ابنها اللي عنده 9 شهور وبتذاكر الأبحاث الخاصة بيها في السنة الأخيرة في الكلية، لحد ما يجي يوم تنفيذ العملية. حسين يصحى الصبح عادي وينزل يتحرك من بيته على الساعة 12 ونص الظهر، مسافر على المنصورة علشان عنده شغل هناك. وبعد ما ينزل حسين، إيمان قاعدة في البيت بتحضر أوراقها وأبحاثها علشان تكمل دراستها، وابنها اللي عنده 9 شهور قاعد جنبها علشان يظهر أحمد اللي متخفي في زي منقبة بعد ربع ساعة بالظبط، ويدخل على إيمان البيت، واللي بتكتشف ساعتها إن ده راجل وإنه عايز يعتدي عليها، ولأن إيمان أغلى حاجة عندها شرفها قومته بكل ما تقدر من قوة، فقرر أحمد إنه يقتلها علشان يعرف يكمل جريمته ويعتدي عليها. فحط إيده على بقها علشان ما يطلع لها الصوت وإيده التانية على رقبتها، ولأن جسمها ضعيف عرف يسيطر على حركتها بسرعة، وبعد دقايق بسيطة إيمان ماتت من الخنق. يقوم يجردها من ملابسها ويعتدي عليها جنسيا مرتين وهي ميتة، وبعدها يسيبها بدون ملابس ويهرب بره البيت بلبس النقاب ويبلغ حسين انه قتلها. فيقرر حسين انه ما يرجعش على البيت لانه ما كانش عامل حسابه على قتلها، وان كان كل طلبه انه يعتدي عليها بس. باب الشقة كان مفتوح، فواحد من قرايب حسين اللي كانوا ساكنين في نفس العمارة يسمع صوت عياط الطفل الصغير، فيحاول يخبط على الباب ومفيش اي صوت يطلع، فيدخل جوه علشان يتصدم من منظر إيمان. الاهالي تبلغ الامن بسرعة ويتصلوا على حسين، وحسين صدم جدا من الخبر اللي سمعه، ويوصل على البيت في حالة من البكاء والانهيار التام. وحقيقي كل القرية كانوا زعلانين جدا على إيمان، ومفيش حد أبدا متوقع إن حسين هو صاحب الفكرة. الأمن يوصل ورجال المعمل الجنائي يكتشفوا إن مفيش أي سرقة حصلت أو أي آثار عنف في دخول الشقة، ويشوفوا كاميرات المراقبة اللي في البيت واللي يكتشفوا إنها مفصولة، مفيش حاجة جوه الشقة ممكن تدل رجال الأمن مين اللي عمل كده. وبعد رفع البصمات ورجال المعمل الجنائي يخلصوا كل أعمالهم، يتم إرسال الجثة للطب الشرعي، واللي أثبت إن إيمان ماتت بالخنق وإنه تم الاعتداء جنسيا عليها بعد الوفاة. وكان حسين نفسه يتقال إنها كانت على علاقة بشخص وحصل بينهم خلاف فقتلها، وطبعا طول الوقت كان بيطمن أحمد إنه صعب جدا حد يوصله. لكن رجال الأمن والمعمل الجنائي كان ليهم رأي تاني خالص، بدأوا في تفريغ كاميرات المراقبة اللي موجودة بره البيت وعلى الشارع، واللي اكتشفوا فعلا ان حسين خرج الساعة 12 ونص، بس لاحظوا وجود ست منقبة يتزامن دخولها وخروجها من الشارع مع وقت تنفيذ الجريمة. فتم ارسال كاميرات المراقبة للمعمل الجنائي وللمتخصصين، واللي اثبتوا ان الست المنقبة دي عبارة عن راجل، وده بسبب الشكل الجسماني طريقة المشي والحركة. فقرر رجال الأمن تتبع الشخص اللي لابس زي منقبة. في نفس الوقت كان في فريق بحث تاني بيدور على كل محلات ملابس المنقبات علشان يعرفوا هل في شخص من مدة قريبة اشترى ملابس منقبات أو لأ. وفي نفس الوقت ده تقام جنازة إيمان، واللي تقريبا كل القرية شاركت فيها. وأثناء الجنازة حسين يتم الإغماء عليه وينهار ومش قادر يصدق هيكمل حياته ازاي من غير إيمان، لحد ما يوصل رجال الأمن لواحد من محلات ملابس المنقبات، واللي أكد إن في شخص جاله اشترى ملابس منقبات وقال لهم إن الملابس دي لمراته، وإن مراته في نفس حجم جسمه، وإن محتاج الملابس تكون مظبوطة
عليه هو شخصيا. الامن يتتبع كاميرات المراقبة اللي في المحل علشان يكتشفوا ان الشخص ده هو احمد العجلاتي، فيتم القبض عليه. وبعد التحريات يكتشفوا ان احمد ده عامل في معرض الملابس الخاص بحسين. فكانت الصدمة الاولى لرجال الامن ان احمد خان صاحب العمل، على الرغم انهم عرفوا ان حسين كان بيتعامل معاه كويس جدا وكان بيعطف عليه. وعلشان الامن يتأكد من المعلومات طابق البصمات الخاصة باحمد بالبصمات الموجودة على رقبة ايمان، وكمان تم عمل تحليل لاحمد علشان يتأكدوا ان هو ده الشخص اللي اعتدى على ايمان. احمد لقى ان كل الادلة ضده، فاضطر انه يعترف على حسين ويقول للامن على كل حاجة. وكانت الصدمة الاولى لرجال الامن نفسهم، راجل يتفق مع راجل تاني علشان يعتدي على مراته، فيتم القبض على حسين ومواجهته بكل الأدلة ويعترف على طول. في حالة من الصدمة من الأهالي كلها، حتى أهل حسين نفسهم ما كانوش مصدقين اللي ابنهم عمله. لكن حسين في التحقيقات اعترض على جزء واحد بس، ان هو ما طلبش ان احمد انه يقتلها، هو طلب منه انه يعتدي عليها بس. قضية ايمان عادل كانت من اكبر قضايا الرأي العام، والقاضي اثناء المحاكمة قال كلمة صعب حد ينساها، واتحكم عليهم هما الاتنين بالاعدام. ربنا يرحم ايمان عادل شهيدة الدقهلية. سلام عليكم.